السلام عليكم، أهلا بحضراتكم في محاضرة مادة المراجعة لشعبة اللغة الإنجليزية الفرقة الرابعة. الحقيقة المحاضرة دي هتبقى المحاضرة الأخيرة في الترم. النهاردة هنتناول بشكل عام إيه اللي إحنا درسناه خلال الترم والامتحان إن شاء الله هيكون إزاي. أنا خلال الترم درسنا 4 فصول. الشابتر الأول كان بيتكلم عن الأوديت بلاننج، والشابتر التالي كان بيتكلم على الماتيرياليتي اند اوديت ريسك، و شابتر بيتكلم على ديفلوبينج ذا اوفر اول اوديت بلان اند اوديت بروجرام، والشابتر الاخير ده كان يعتبر تطبيق على الفصول اللي قبل كده اللي هو الاوديت اوف ذا سيل اند كولكتنج كولكشن سايكل تيست اوف كنترول اند سبستاتيف تيست اوف ترانزاكشن. الحقيقه الجزء اللي احنا خدناه في الترم ده كان في جزء كبير منه في شكل نظري، وفي جزء احنا خدناه تطبيق عملي على الاجزاء النظري اللي احنا خدناها. الامتحان هيبقى برضه في اجزاء نظري واجزاء عملي من الحالات اللي اتشرحت في السكشن او في المحاضرة. الامتحان مش هيخرج بره السلايدز اللي كانت بناخدها في المحاضرات والتمارين اللي اتحلت. طبعا احنا مفيش عندنا في العملي خطوات، لان العملي بتبقى حالات وانت بتختار على اساس اللي انت فهمته في الجزء النظري الاجابه الصح تكون ايه. في ناس كتيره سالت هو الجزء الخاص بالاوديت اوبجكتيف هيكون معانا ولا لا في الجزء العملي. لا، انتوا قلتم ان انتوا بتبقى صعب عليكم ان انتوا تحددوا الاوديت اوبجكتيف، فمش هيبقى فيه اسئله عن الاوديت اوبجكتيف في الامتحان. ركزوا قوي على التمارين اللي احنا خدناها في المحاضرات الاخيره وتمارين السكشن بالاضافه للاجزاء النظري اللي موجوده عندك في المحاضرات، وشكرا ونلقاكم ان شاء الله.